السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي وصفه ديال دجاج تيكا، وصفه هنديه باكستانيه كيديروها بزاف في العرادات او يعني في الحفلات عندهم، ويقدر الانسان يديرها يعني في الايام العاديه في الدار. هي وصفه لذيذه بزاف، وتبارك الله دابا في الاسواق العربيه راه موجودين يعني التوابل ديال التيكا وديال البرياني والكاري، يعني واجدين مغلفين موجودين تبارك الله. فانا هنا اليوم في الفيديو درتها بالاقامة ديال الدار، ونفس المذاق اللي تيكون في برا، يعني ما كاين حتى شي فرق نهائيا. فكيف ما كتشوفوا انا كان هي احسن تكون بالفخط ديال الدجاج الكبار، يعني داك الربع ديال الدجاجه من جهه الفخط كيكون احسن، المنظر زوين وجايب العين. انا كان عندي جوج الفخوضة كبار وما باقي كملته بالفخاد الصغار اللي عندي. فكيف ما كتشوفوا درت، فكيما كتشوفوا هنايا درت يعني فتحات في داك الدجاج باش تدخل لقامه مزيان ويجي رطب من الداخل، ما يجيش ناشف، يعني ماشي ديك اللقامه تكون غير على برا وفي الداخل يجي ناشف بزاف. دونك هنا ساليت الدجاج كامل. ندوزو دابا للتوابل. التوابل شنو فيهم؟ فيها نص كاس لهاد الكميه الدجاج اللي درت، انا درت نص كاس ديال او نص كوب ديال اليوغورت، معلقه كبيره ديال الثومه وسكينجبير فريش مطحونين، شويه ديال عصير الحامض، معلقه صغيره ديال تشات مصالة، معلقه صغيره ديال ورقه الحلبه كارمين، نص معلقه ديال النافع مطحون، معلقه ديال القزبر كارم، جوج معالق ديال التحميره الحلوه كيف كنقولها الفلفل الحلو او كشمير ولا تشيلي، والتحميره العاديه معلقه ونص. انا درت جاتني الحرور مناسب جدا، اللي بغى الحرور بزاف يقدر يدير جوج معالق، ونص معلقه ديال العرق الصفر، ومعلقه ديال غرام مصالة. وهنا درت شويه ديال حمض الليمون او السيتريك اسيد او لا كيف كيقولوا له هنايا الطارتر، ودرت نص او ربع معلقه ديال الملح الاسود والملح العادي. الملح العادي كيبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الملح بزاف كاين اللي لا. ودرت واحد شويه ديال اللون د لورانج باش يجي هذاك الدجاج فيه اللون زوين وياخذ لون زوين في المنظر. صافي خلطت هذيك القيمه كامله وزدت عليها جوج معالق ديال الزيت باش ما يجيش هذاك الشيء ناشف من الداخل. صافي هنا بقيت كنرقد في الدجاج مزيان باش كتدخل فيه هذيك القامه، وخليته الدجاج ضروري يكون مرقد واحد القليله هي 4 السوايع باش كيجي رطب من الداخل وكيشرب هذيك القامه كيف قلت لكم. فاحسن ديروه في الليل وتخليوه في الثلاجه حتى الصباح عاد تقدروا طيبوه. وفي هذا البرد هذا انا خليته يعني برا، كنت رقدته في الصباح وطيبته في الليل، فخليته برا لان دابا وقت البرد، ولكن في الصيف ضروري ترقدوه وديروه في الثلاجه باش ما يخسرش ليكم. فانا هنا طيبته في طنجره عاديه، وفي الاخر درته في طنجره يعني ماشي في طنجره، درته في هذاك المقله اللي كتكون مسرحه كيسميوها هنايا طاوة. ونزلت عليه كامل هذيك الاقامه باش ما تضيعش ليا ويشربها فاش هو كيطيب، وهو كيشرب هذه الاقامه هذه. صافي وخليته كيطيب مره بقيت كنقلب فيه حتى طاب. وهذاك البلول كيف كنقولوا ليه حنايا، البلول اللي تيكون لتحت بقيت كنهز فيه شويه بشويه وكنلوحو من الفوق باش هو كيشرب من التحت ومن الفوق. أكلة لذيذة بزاف، تقدروا تقدموها مع السلطات، تقدروا تقدموها مع هي صراحة كتجي زوينة مع هذيك لاصوص ديال اليوغرت اللي كي داك لاصوص اللي كيكون فيها النعناع والربيع وشوية ديال الفلفلة خضراء، كتجي غزالة غزالة غزالة. فكيف ما كتشوفوا هنايا درتو في هذيك المقلة مسرحة باش يتحمر ليا، لأن في الطنجرة كان غير طاب ليا وصافي، أنا بغيتو يتحمر ليا مزيان يجي فيه داك المنظر فحال مشوي، لانه هو الاسم ديالو هكاك دجاج تيكا، دجاج تيكا يعني الدجاج المشوي.
فهذه هي الطريقه اللي كيديروا في المنازل السيدات في المنازل، كيشويوه بهذه الطريقه كيطيبوه وتيديروا عليه الفخار من الفوق كيف ما قلت كيف ما شفتوا في الاخير. كاين اللي كيطيبوا في الفران، انا مره كنطيبوا في الفران، مره كنطيبوا هكا، الا كنت زربانه راه كنطيبوا فوق البوطه دغيا كيطيب. فكيف ما شفتوا هنايا كنت درت ليه شويه ديال الفخار وخطيت عليه دغيا باش يشرب هذاك النسمه ديال الفخار ويجي بحال مشوي، كيجي بنين بزاف. كيف قلت لكم تقدروا تقدموه مع اي حاجه بغيتوا، لي صوص ضروري لانه هو تيكون حار وبنين وشويه ناشف، يعني ما فيهش شي مرق اللي كيتكل معاه، فضروري تقدموه مع شي صوص. دونك كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، شكرا للمشاهده، بسلام عليكم.